بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي المحاضرة التاسعة من سلسلة محاضرات الآية في رقم 19، وهي بعنوان هيكلية القرآن ورقم 19. فسأبين إن شاء الله إخواني إخواتي في هذه المحاضرة بهدن الله عز وجل آية عظيمة من ضمن الآيات رقم 19 في القرآن الكريم، وسأبين إن شاء الله كيف أن القرآن الكريم توجد فيه الشفر أو الرمز لرقم 19، وكيف أن الله عز وجل وضع القرآن على أساس الرقم 19، كما أنه الخلق كله الله عز وجل علمنا علمه في رقم 19. ولكي تستطيع أن تتابعوا هذه المحاضرة، أريد أن أذكركم ببعض النقاط التي قلتها في المحاضرات السابقة. فكما قلت بأن الله عز وجل يذكر في القرآن الكريم رقم 19 كرد على الذين يدعون بأن القرآن الكريم هو ليس من عند الله وأنه قول البشر، فكرد على هذا الكلام الله عز وجل يذكر رقم 19 في سورة المدثر، وجاء هذا الذكر لرقم 19 بأن هذا الرقم هو عدد الملائكة الذين يشرفون على عذاب الناس في جهنم، فهو من ضمن أوصاف جهنم. فكما يذكر المولى في سورة المدثر آية رقم 30، بسم الله الرحمن الرحيم، عليها 19، يعني الذي يؤمن بأن القرآن الكريم هو من عند البشر وأنه ليس من عند الله سيضعه الله عجل في جهنم وسيشرف على عذاب الناس هناك 19 ملكا. وأيضا يذكر الله عجل بخصوص رقم 19 أنه سيكون امتحان للناس. كيف أنه امتحان للناس؟ بأن الله سيضع فيه آية عظيمة في رقم 19، أنه عندما يرى الناس هذه الآية هل سيؤمنوا بأن القرآن من عند الله أم لا؟ وأيضا عجل يقول بخصوص رقم 19 سورة المدثر آية رقم 35، بسم الله الرحمن الرحيم، إنها لإحدى الكبر، يعني هذه هي آية في رقم 19 من آيات الكبيرة من آيات المولى عز وجل. وقلت إخواني إخواتي بأن الطريقة لمعرفة هذه الآية في رقم 19 هو التفكر في الأمور، يعني عندما يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أي مخلوق من مخلوقاته، يعني مثل النحل، النمل، العنكبوت، أي مخلوق مخلوقاته، الله عز وجل يريدك أن تتفكر في هذا المخلوق. فعندما يذكر الله عز وجل رقم 19 في القرآن، الله يريدك أن تتفكر في هذا الرقم، ما هي الآية اللي في هذا الرقم. فقلت بأن تدبر رقم 19 أبسط طريقة لتدبر هذا الرقم هو أن الإنسان يعني يرى بأن رقم 19 عبارة عن 19 وحدة، يعني مجموع 19 وحدة يكون رقم 19، 1 زائد 1 زائد 1 إلى أن تصل إلى 19. وإذا مثلنا هذه الوحدات رقمها 19 وحدة بشكل هندسي على الدوائر على سبيل المثال، نجد بأنه أفضل ترتيب لهذه الدوائر هو الشكل المبين أمامكم على الشاشة، فهذا هو التمثيل الهندسي لرقم 19، 19 كرة ممثلة بهذا الشكل، هذا هو التمثيل الرياضي الهندسي رقم 19. فهذا الشكل الهندسي قلت إخواني إخواتي من ممكن نفكر فيه بأنه شيفرة، رمز الله عز وجل أن يعلمنا منه. فالآن السؤال كيف نحل هذا الرمز؟ كيف يعني عندما تكون كود أو شيفرة هناك ديكودينج أو حل الشيفرة، فكيف نحل هذه الشيفرة؟ الطريقة الوحيدة لحل هذه الشيفرة هو اللجوء إلى الذي وضع هذه الآية في رقم 19، وهو الله عز وجل. فإذا لجأنا للقرآن الكريم نستطيع أن نحل هذه الشيفرة، وبينت هذه في محاضرات سابقة. بشكل سريع يمكن أن نفكر بهذا الرقم أنه يتكون من ثلاث طبقات، الطبقة الداخلية عبارة عن وحدة عن كرة واحدة، الطبقة الثانية مبينة باللون الأزرق، الطبقة الثالثة مبينة باللون البرتقالي. فالطبقة الأولى وهي الكرة الواحدة في المركز ترمز إلى الله عز وجل بأنه في البداية كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو الله الواحد الأحد. كرة واحدة ترمز إلى الله الواحد الأحد. الطبقة الثانية وهي مبينة باللون الأزرق عبارة عن ست كرات، هنا ترمز إلى خلق الله عز وجل للسماوات والأرض في ستة أيام، ستة كرات ستة أيام. ثم الله عز وجل خلقك أنت، وأنت كإنسان تعيش في هذه الحياة عدد من السنين، وكل سنة تتألف من 12 شهر،
ف12 شهر 12 كرة، هذا هو رمز الطبقة الثالثة. وأيضا إخواني إخواتي، قلت لكم وبينت في محاضرات سابقة بأن سبحان الله العظيم، الله عز وجل يضع في هذا الشكل الهندسي علم الخلق بالكامل. يعني كل شيء ترى حولك، الخلق الذي نعيش فيه، كل علمه يمكن تعلمه من هذا الشكل الهندسي. مرة أخرى، هذه المعلومة مهمة جدا لنفهم كيف أن القرآن الكريم مرتب على رقم 19 أيضا، أنه كل علم الخلق الذي نرى حولنا يمكن تعلمه من هذا الشكل الهندسي، وبينتها طبعا جزء منه في محاضرات سابقة. ولكن تذكير كيف أن علم الخلق موجود في رقم 19، إذا قمنا بهذا التمرين البسيط، ترون على اليسار الطبقة الثانية وهي عبارة عن 6 كرات. إذا حددنا مراكزها بالكرات الحمراء اللي ترونها على اليمين وربطنا بينها بخطوط مستقيمة، نجد بأنها تتألف من شكل سداسي. تلاحظوا بأنه يتألف عندنا شكل سداسي. وطبعا قلنا بأن هذه الطبقة، الطبقة الثانية، ترمز إلى خلق الله للسماوات والأرض في 6 أيام، وفيها شكل هندسي سداسي. إذا نتعلم من هذا بأن الله عز وجل خلق كل هذا الكون على أساس الشكل السداسي. ولإثبات ذلك قمت بإعطائكم هذا المثال، وهناك أمثلة لا تنتهي في هذا الموضوع. نلاحظ على اليمين كيف أن الله عز وجل خلق بيوت النحل بترتيب سداسي، وهذا ينطبق أيضا على المادة في الخلق، على جسم الإنسان، عضلاتك، عظمك، الشجر من الداخل، كل شيء الله عز وجل خلقه في هذا الوجود مبني على الشكل السداسي. فنلاحظ كيف أن نستنبط معلومات من الآية في رقم 19، نتعلم منها علم الخلق بالكامل. مثال آخر، إذا قمنا بربط بشكل مختلف قليلا مراكز الكرات بأقواس، فينتج لدينا دوائر كما تشاهدونها على الشاشة. وهذا تعلمنا في محاضرات سابقة، يعلمنا الله عز وجل منه كيفية انتقال الطاقة في الخلق. فنتعلم بأن الطاقة تنتقل من مصدرها وهو في المركز على شكل دوائر متحدة للمركز. وإذا نظرنا إلى الخلق، نجد سبحان الله العظيم كما هو مبين على اليمين، بأن الطاقة تنتقل في الماء على شكل دوائر متحدة للمركز. وكل أنواع الطاقة في الخلق، سواء طاقة حرارية، صوتية، كهربائية، تنتقل من مركزها على شكل دوائر متحدة للمركز. إخواني إخواتي، هذا كان كله في المحاضرات السابقة. الآن نأتي إلى موضوع هذه المحاضرة، وهو هيكلية القرآن ورقم 19. فالسؤال المطروح الآن، بما أن الله عز وجل يعلمنا علم الخلق بالكامل وآلياته، انتقال الطاقة وترتيب المادة من رقم 19، هل نجد رقم 19 في القرآن؟ يعني هل القرآن الكريم مبني على رقم 19 كما نستطيع أن نرى بأن الكون علمه الله عز وجل يمكن يعلمنا إياه من رقم 19؟ نريد أن نرى هذه الشفرة، هل هي موجودة في القرآن وآيات القرآن وسور القرآن؟ هذا هو السؤال المطروح. مثلما الله عز وجل خلق الكون وبين لنا آية كيف أن علم الكون يمكن تعلمه من رقم 19، الله عز وجل أنزل القرآن، فيجب أن تكون السنة متطابقة. مثل ما أن الكون مبني على رقم 19، أو يعني يمكن تعلم علمه من رقم 19، هل القرآن أيضا يمكن تعلم علمه من رقم 19؟ لنرى الآن. إذا تفكرنا في القرآن الكريم لنرى هذه الشفرة وهذا الرمز، نجد بأن القرآن الكريم يتألف من 114 سورة. يعني عدد الوحدات المؤلفة للقرآن الكريم 114. إذا قمنا بهذا التمرين البسيط، قسمنا 114 على 19، قسمنا عدد سور القرآن الكريم 114 على 19، فالجواب يساوي 6. فهذه المعادلة البسيطة التي ترجعون لكم على اليمين، ما هي أهميتها؟ يعني عندما قمنا بهذا التمرين البسيط أنه قسمنا 114 على 19، كان الجواب 6. يعني عدد سور القرآن الكريم إذا قسمت على 19 يكون الجواب رقم صحيح وهو 6. هذا يعني إخواني إخواتي، هذا معنى المعادلة المبينة باللون الأصفر، بأنه يمكن تقسيم القرآن الكريم، سور القرآن، إلى 19 وحدة، كل وحدة تحتوي على 6 سور. مرة أخرى، هذه المعادلة البسيطة تعني أنه يمكن تقسيم سور القرآن الكريم وهي عددها 114، يمكن تقسيم القرآن كاملا إلى 19 جزء، كل جزء يحتوي على 6 آيات أو 6 آيات. الآن إذا قمنا
بوضع هذه المعادلة ضمن الشكل الهندسي رقم 19. فكما تشاهدونه على الشاشة عندنا 19 وحدة، تلاحظوا 19 وحدة، هنا أشكال سداسية، هناك كانت دوائر، المهم أشكال هندسية. فتلاحظوا عندنا 19 وحدة. الآن كل وحدة فيها وضعت فيها 6 صور، وهذه هي صور القرآن الكريم بالكامل 114. مرة أخرى نرى تكبير لهذا الشكل لتوضيح الصورة أكثر. تلاحظوا بأنه يعني وضعت الرقم 19 هو عبارة عن 19 وحدة، ولكن هنا مثلت الوحدات ليس بدوائر ولكن بأشكال هندسية سداسية. فلاحظوا بأن كل شكل أو كل وحدة تحتوي على 6 صور، مثلا الوحدة رقم 1 فيها سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، وبالمثل الوحدة الثانية والثالثة والرابعة. الآن معنى ذلك بأنه تم احتواء القرآن الكريم كاملا في رقم 19، يعني من أهمية هذا الشكل تشوفونه على كل الشاشة، تم احتواء القرآن الكريم كاملا في رقم 19. فسبحان الله العظيم، يعني مثل ما الكون نتعلم علمه من رقم 19، نتعلم علم القرآن كاملا في رقم 19. يعني كما تشاهدونه على الشاشة مبين على اليسار هو رقم 19 تمثيل الهندسي له، وكيف تعلمنا علم المادة والطاقة في الخلق منه. على اليمين نلاحظ التمثيل أيضا الهندسي رقم 19، وكيف أنه يحتوي على سور القرآن. معنى ذلك الآن، هذا هو الاستنتاج، بأنه مثل ما الله عز وجل خلق الخلق وتعيش فيه، وكل علم الخلق يمكن تعلمه رقم 19، رسالة الله عز وجل للناس كاملة يمكن احتوائها في الرقم 19. يعني احتواء رسالة الله عز وجل للناس الذين كانت تتعلمها هي سور القرآن الكريم، وسور القرآن الكريم يمكن وضعها بتمثيل هندسي مثل رقم 19. يعني إخواني إخواتي، بأن الشفرة أو الرمز رقم 19 الله عز وجل يبينه في القرآن، ومعنى ذلك بأن الذي خلق الخلق هو الذي أنزل القرآن وهو الله عز وجل. تلاحظوا الرسالة إخواني إخواتي، الرسالة الكبيرة هنا بأنه بما أن هذه الشفرة في رقم 19 موجودة في الخلق وموجودة في القرآن، إذا الذي خلق الخلق والذي أنزل القرآن هو الله عز وجل. وهذا رد على قول البشر أو بعض البشر بأن القرآن الكريم هو من عند البشر، يعني هذا رد من الله عز وجل على زعم بعض الناس بأن القرآن الكريم هو من عند البشر. بما أنك رأيت هذه الآية في رقم 19، هل تؤمن بأن القرآن الكريم هو عند الله، ما عند خالق هذا الكون، أم لا؟ ولمعرفة التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني زيادة قرآن@gmail.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.